ما في حدا بده يحكي بالموضوع الاساسي. لهيك انا بس بدي احكي بالموضوع الاساسي، في هدر عم بيصير بقلب وقف للمسلمين وفي قضاة شرعيين. انا عم اقول لو سمحتوا شوفوا الاوراق اللي معنا واحكموا. لاني رفضت انه يروحوا عند اهلي، رجعت رفضت انه سلموا مفتاح بيتي، رجعت مسكت مفتاح بيتي وقلت له مش رح سلمك اياه، مسكت الشنطه وقلت له مش ما بدي اعطيك الشنطه حتى تاخذ مني المفتاح، الا اخذ فشني واخذ مفتاح ورجع قال انه كمان انه سمعني كلام بذيء لعلي، قال انه انا بلا تربايه انا بنت شارع. التفتيش اللي صار بالمنزل منعت من حضوره خلافا للقانون، ولما تواصلت مع مجلس النقابة احتجاجا على اخراجي من منزله واغلاق الباب بوجهي، مجلس النقابة تواصل مع الرئيس حسان كوري اللي اكد هذا الحق وقال انه حيقوم بتوجيه العناصر المعنيين من اجل ادخالي، ولكن على ما يبدو الرئيس كوري ما قام بتوجيههم لانه انا منعت من دخول حتى نهايه التفتيش. شو يعني أنه النيابة العامة التمييزية اللي معتبرة حالة سوبرمان العدلية بمطرح معين تعطي إذن للمباحث الجنائية أن يقتحموا بيت صحفية، يفتحوا الكمبيوتر الخاص تبعها، يفوتوا يمحوا هن بوست بإيدهم مع كل ما في ذلك من خرق للخصوصية وأيضا من تعدي على صلاحية القضاء. هيدي الحالة النيابة العامة التمييزية هي حطت حالة بصفة الحكم وحطت حالة بصفة أيضا مش بس أنه هي عم بتحقق وعم تدعي، لا هي حكمت وهي أيضا نفذت هذا الحكم رغم عن إرادة الصحفية المعنية، تخطوا بكتير صلاحياتهم، هيدا مكان كتير خطر. يعني مش معقول اليوم الصحافة لما تكون عم تحكي عن قضايا عامة ينتهي حديث عن شو لقينا بدرجة الشخصي، القضية بتتعلق بمال عام بنهب وصل بالحد الأدنى لمليون ونص دولار. يلي صار بقضية مريم مجدولين على مستوى الحريات هو خطر جدا وبردنا مش بس سنوات لورا لأيام الوصاية السورية بهذا المجال، عم بيفوتنا بمطرح فعلا منا فاتين لإله قبل.